شجاوب شرد واقول السجدة للمثل اصبحت تحلالة بزغ نور المصطفى الهادي الرسول وصل ساق العرش ضي خياله انولد رمز الشرف عنوان الاصول وفضح زيغ الحاقد والدجالة طه سر الكون واسباب النزول وما خلق رب البشر امثاله صدق واخلاق وشرف وصفه يطول المدح منسوب اله والاله طه سر الكون واسباب النزول وما خلق رب البشر امثاله صدق واخلاق وشرف وصفة يطول المدح منسوب إله والآلة مدرسة تهذيب لإرشاد العقول وفخر يا نعم الرجال رجالة هذا أبو الطاهرة زهر البتول أبو العترة جسدت أعماله الليلة نبقس عين كل شامت عدول بصبع الخوة المجرب فاله احنا شيعة حيدرة فحل الفحول الاول والبقت كلها ديول اش حدها لتوصل شسع عاله اسأل الخندق اسأل الخندق وصفيني اش تقول وعمر ابن ود ومن قدر يتناله كان فارس بطل ويصول ويجول كان فارس بطل ويصول ويجول وعلي ضربة سيف شل أحواله يطل حبنا العلي ثابت ما يزول وآخرة والدنيا نلوذ الجالة يطل حبنا العلي ثابت ما يزول وآخرة والدنيا الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبي نور العالمين والقاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله وعلى إمام الهدى حفيده الصادق عليه السلام. أسعد الله أيامكم إخواني الأعزاء. أنا صراحة مو مجهز كل خياري والكلمات راح تكون من القلب إن شاء الله، وأنا أفتخر في هذا اليوم أني أكون بين أصحابي من المنطقة الشرقية ومع الإخوان الجالية وأصحاب الفكر واصحاب الدين في المنطقة. انا من النعم الالهية اللي انعم عليها رب العالمين اني اول ما وصلت امريكا سنة 2006 في ديترويت كنت عايش نفس الجو هذا مع 100 واحد سعودي وانا الوحيد الكويتي، فاليوم قاعد اعيد السيناريو مرة ثانية قبل 5 سنوات. انا بس حبيت ابارك لكم بافتتاح هذا المركز الاسلامي الكريم واشكر العم فاروق على احتضانه لابناء الطلبة، وأنا بعطيكم بس فقط يمكن نصيحة أو كلمات حسب خبرتي المتواضعة 5 سنوات في الحركة الطلابية في الولايات المتحدة، منها 3.5 سنوات في ديترويت وسنتين في تامبا فلوريدا، وخلال 10 سنوات من العمل الاجتماعي الطلابي في دولة الكويت. العمل الطلابي الإسلامي والاجتماعي له تطلعات جدا كبيرة وراح تحققون أشياء أكثر من كونكم كنتم فقط فتحتوا مركز إسلامي أو مصلى، مثل ما ذكر الحاج فاروق سماحة سيد حسن الغزويني عن يعني الأجر والثواب في بناء المساجد. يعني أبسط الروايات من كتاب مستدرك الشيعة يذكر عن الإمام علي عليه السلام إن إذا أراد الله أن يعذب أهل الأرض فيستذكر الله لولا تذكير عبادي بجلالي وبناء مساجدي واستغفار الأسحار لعذبت أهل النار كلهم. فأنتم حققتوا واحد من هذه الخطوات، أنكم بنيتوا مسجد من مساجد الله، وإن شاء الله راح نقيم فيها
تسبيحة أو استغفار الأسحار وهي أعمال آخر الليل وذكر رب العالمين على طول عمرنا إن شاء الله حتى نحقق هذه العدالة الإلهية. والإمام رضوان الله عليه الإمام الخميني يذكر يعني في كتابه آداب الصلاة وفي كتاب تحرير الوسيلة عن البعد الاجتماعي لبناء المسجد أنه يصل شخصية الإنسان ويعطيه نوع من الفكر ويكون له يعني دور بارز في المجتمع وليس يكون دوره داخل الطوفة داخل الحيطان في المسجد. وهذا اللي أنا أطلع منكم لأن أنا عملت مع السعوديين جماعتنا في ديترويت سنة 2006 وأسسنا دار الصادق عليه السلام ونال هذا الدار يعني هذا المركز الصغير في بيت أبو عبد الله يذكره بالخير سيد حسن ناصر ومع مجموعة من الأخوان من السعودية من البحرين أنه كان فعلا يعني منبر للثقافة والفكر حتى يعني من الاحترام لجميع الأخوان والرجال والعلماء. سيد حسن قزميني كان يزورنا دائما آية الله السيد المدرسي المرجع آية الله سيد هادي وسيد محمد تقي وشيخ حبيب الكاظمي وسيد التيجاني وضيوف شيخ حسن الصفار الله يحفظه وشخصيات من الكويت وشخصيات من العراق وسيد الحكيم. فصار عندنا نوع من يعني من القوة نحن موجودين كصوت طلابي شيعي كجالية بعد مع الإخوان المقيمين في المنطقة نحن عندنا قوة ونتعاون ويصير لنا صوت نستقطب الناس ونكون مركز احترام للجميع. ونفس الشيء إحنا لما طلعت أنا من ديترويت قبل سنتين ورحت تامبا أسسنا رابطة أهل البيت عليه السلام فيها تقريبا أكثر من 380 طالب وعملنا إن إحنا نكون مثل هالقاعدة بس ولكن ليس على منطقة مثل كارلزو أو تامبا أو ديترويت. لا طلعنا إلى أمريكا وكندا وصار عندنا قاعدة كبيرة وأنشطة كثيرة وميزانية ما شاء الله ونشارك نتواصل مع العلماء وما شاء الله. هذا اللي إحنا نطلع فيكم يعني كم تشاركون مع بقية المراكز الإسلامية في أمريكا في واشنطن مع سيد الكشميري في كاليفورنيا شيخ الأنصاري في نيويورك. فهني انتم تكونون فعلا يعني قدوه وتكونون مناره انكم تسلمون الامانه اللي انتم تعبتوا عليها مثل ما ذكر الحاج فاروق اللي تعبتوا عليها خلال 10 سنوات تسلمونها للجيل القادم ويستمر هذا الخط المحمدي الاصيل ان شاء الله على ابد الدهر مثل ما عمل الشيخ جواد شر رحمه الله عليه قبل 40 سنه في ديترويت وهذه الان اثاره وبصماته لا زالت موجوده ببركه رب العالمين وجهود يعني اهل العلم عندنا مشايخنا وساداتنا الكرام في ديترويت. وانا ما احب اطيل عليكم الف يعني ابارك لكم افتتاح هذا المركز بس اتمنى انكم تتواصلون مع بعضكم تعملون بعض الاشياء هذه يعني فقط نصيحه او تعليق مثلا من الخبره تعملكم مثل رابطه ايميل فيها اسماء كل الطلبه والجاليه الضيوف تتواصلون معاهم بالاخبار عن اخباركم برامجكم انشطتكم صفحه بالفيسبوك تلفزيون باليوتيوب حاج فاروق ترى هذا كله مجانا يعني بدون فلوس الاكونتات لا تحرك كلها بالكمبيوتر يعني كلها مجانا هذا واحنا قلوبنا معك بالكويت ترى عندهم الاخوان عندهم خبر عن هذا المركز واحنا ان شاء الله يعني معاكم دوما ودائما وقلبا وقالبا حتى ان شاء الله يتحقق متطلباتكم ومتطلبات المركز وكل عام وانتم بخير وصلى الله على محمد وعلى محمد. نبارك للأمة الإسلامية ميلاد سيد البشرية أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد وحفيده عميد مذهبنا مؤسس مدرستنا First World in Our Identity. كلنا نقول بأننا جعفرية نسبة إلى إمامنا الصادق سلام الله عليه. لابد أن لا ننسى عميد مذهبنا وأن لا يكون بركة ولادته مع جده في نفس اليوم نقمة عليه لننساه. سلام الله على إمامنا الصادق. سلام الله. سعداء جدا بهذا المركز العظيم في مدينة كلمزو لأن لا نكتفي فقط بمركز الإسلامي في ديترويت. يفترض في أي مكان يتجمع فيه أخوة مسلمون من جميع الطوائف أن يكون لهم مركز يؤدون فيه صلاة الجماعة يحتفلون به بالمناسبات التي تعم الأمة الإسلامية لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته هم رحمة ويجب علينا دائما أن نذكر رحمة الله علينا. وعنا في السماء
وتقبل أعمالك والذكر والذكر لأجل سالك نورك بيوم الآخرة وأفضل الأعمال وأذاني عند القبر يوم عيد زفونك لا تفس الحفرك بابا ترقى إلى عيونك يبقى للحى بالحشر حليل وقصونك يوم اللي ما ينفع ولد وأن ينفعك ذكر عن القبر فاذكر مطحالك انك تصل على النبي احمد وحالك I'm gonna go to the bathroom.